في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المواطنين الكويتيين، تتعاون القنصلية العامة الكويتية في نيويورك مع المكاتب الثقافية وسفارة دولة الكويت في واشنطن وبعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة الكويتية في لوس أنجلوس، وذلك لتوفير المساعدات اللازمة للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة. في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المواطنين الكويتيين في الخارج، تتواصل القنصلية العامة الكويتية في نيويورك وتتعاون مع سفارة دولة الكويت في واشنطن وبعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة والمكاتب الثقافية والتعليمية لبحث مستجدات وتداعيات تفشي فيروس كورونا ولتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين الكويتيين. تعليمات من حكومة دولة الكويت وتعليمات كريمة، منها بتوجيه السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج للاعتناء بالمواطنين الكويتيين العالقين، وبعد تسكير مطار الكويت الدولي قامت القنصلية العامة لدولة الكويت في نيويورك مباشرة بالتواصل مع المواطنين ولتلمس حاجياتهم، وتم التعاقد مع أحد الفنادق المهمة في مدينة نيويورك لتسكين هؤلاء المواطنين الكرام وتوفير الوجبات لهم على مدى اليوم كامل. وتسخر القنصلية العامة الكويتية في مدينة نيويورك كافة إمكانياتها للتخفيف عن المواطنين الكويتيين العالقين في نيويورك ومختلف ولايات الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتعمل القنصلية العامة في نيويورك على مدار 24 ساعة عبر رقم الطوارئ الموجود على الشاشة للرد على الاتصالات والتفاعل مع المواطنين وترتيب عودتهم إلى الكويت في أقرب فرصة. صارت الأزمة فيروس كورونا والمشاكل اللي تبعتها، لكن نحمد الله ونشكر فضله حكومتنا الكويتية ما قصرت، وصاحب السمو ربنا يحفظه إن شاء الله بأوامر أنا سمعت أنها مباشرة لوزير الخارجية للبعثات الدبلوماسية في الكويت على الحرص على تسهيلات كل الإمكانيات للكويتيين اللي تقطعت فيهم السبل خاصة في موضوع السياحة. المنطقة اللي احنا كنا فيها ما كان فيها سفارة كويتية ولا قنصلية كويتية، فالقنصلية الكويتية بنيويورك استقبلونا مع أن احنا كنا في دولة ثانية ما كنا في أمريكا، وقالوا لنا أنني إلى نيويورك، وأول ما وصلنا المطار كان السكن محجوز وكل شيء كان متوفر الحمد لله. وتناشد القنصلية العامة في نيويورك المواطنين الكويتيين في الولايات المتحدة والبالغ عددهم حوالي 10,000 توخي الحذر خاصة مع سرعة تفشي الفيروس وإعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني للولايات المتحدة. من نيويورك أسامة عبد العزيز، تلفزيون دولة الكويت.